السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم البساطة مع عالم كريمة. وصفة اليوم إن شاء الله غنشارك معكم ديسير أو تحلية بالفواكه اللي كيجي لذيذ بزاف. وكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وأكيد اللي أول مرة كيشاهد القناة نتمنى أنه يشترك في القناة وفعل الجرس ليصله كل ما هو جديد، وكنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير. وبالنسبه للفواكه عندي هنايا البنان كما كتلاحظوا، والكيوي كذلك، والفريز. بالنسبه للفواكه يمكن لكم ديروا الفواكه اللي كتحبوا، والفواكه المتوفره عندكم في المنزل. بالنسبه لي انا استعملت هنا البنان والكيوي والفريز كذلك اللي غسلتهم طبعا كما كتلاحظوا، وغادي نقطعهم هكا قطع صغيره. ونعصر عليهم قليل من الحامض باش ما يكحلوا ليش، باش ما يكحلناش البنان والفواكه كما كتعرفوا. وعندي هنايا يوطر ديال الحليب، وعندي 4 المعالق ديال السنيده او سكر حبيبات، وعندي هنايا 3 ديال الساشيات ديال الفلون بنكهه الفاني. ونخلط مزيان. باش ما يبقاش دوك التكتلات ديال الفلان. ونوضعوه فوق نار مهيله واكيد وحنا كنخلطوا. وعندي هنايا البسكوي. بالنسبه للبسكوي عندي هاد النوعيه هذه، يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه عندكم. كنشدوا البسكوي ونكسروه على هذا الشكل، انا استعملت هنايا هيرنيس، ثم يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه. وغناخذ هنايا المول، هذا المول هذا يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم. وغادي نستفي الخضره الفواكه عفوا، نضيف له الفواكه ديالي اللي قطعتها. ونضيف له كذلك البسكوي. هنا من بعد ما عقد لي فلون وطبعا وصل لدرجة الغليان، غادي نصب فلو ديالي على الفواكه ديالي في المول
ونخليه فوق سطح العمل حتى ياخذ لنا حراره درجه حراره المطبخ، وندخله للثلاجه 4 سوايع يعني المهم حتى يبرد ويشد راسو، ونقدموه هكا في صحن التقديم. من بعد ما خليناه يعني جمد وشد راسو راكم تشوفوا صراحه يعني كي يعني نقلبوه بسهوله، راكم تشوفوا كي جا ديك الفواكه جاو عاطينه واحد المنظر رائع. نتمنى انكم تجربوه. هنايا بالنسبه للتزيين غادي نزينو هنايا بالشوكولات، كلكم تخليوها هكا كذلك. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك.